نبدأ بقى بامبارح، لأن امبارح أنا يعني شفت مشهد حلو جدا، كلنا شفنا مشهد أكثر من رائع في المدرجات. زي ما بيتقال كده، ممكن الجماهير يعني جماهير الأهلي إن هي تزعل من اللعيبة، تزعل من الماتش، تزعل من النتيجة، لكن لا يمكن إن هي يعني تقصر في حق يعني النادي أو اللعيبة. دي حاجة على مر يعني أنا مش عارفة أتكلم ليه، على مدار التاريخ لا يعني مضمونة زي ما بيتقال. بس فخليني أبدأ مع حضرتك من المشهد ده، لأن مشهد كان جميل جدا، وشفنا الهتافات وشفنا قد إيه في مؤازرة للفريق حتى الدقائق الأولى، ويمكن ده برضو اللي إدى الثقة، لأن بعد طبعا الماتش اللي فات الناس او اللعيبه كان عندها روح انهزاميه الى حد ما. لكن فكره هنا ان انا الاقي الجماهير زعلانين مني، بس في نفس الوقت في ظهري وداعميني بالضبط. وبيقول لك ركز في اللي جاي، لا دي حاجه كبيره قوي مش بتلاقيها في كل النوادي. انت جبت جول من الاول كده، الحمد لله. يعني الجمهور فعلا كان صوره جميله جدا امبارح، يعني بعد ضياع كاس مصر والخساره امام بيراميدز ما تخلاش عن فرقته، ودي صحيح. سمه رائعه جدا في جمهور الاهلي، ودي سر بطولاته كمان، يعني مش هنقول اللعيبه بس اللي بتجيب بطولات، الجمهور كمان معاها بيحضروا البطولات دي، وداعمين ممتازين للفريق في كل العصور وفي كل. فاللقطه اللي انت اشرت ليها كانت ايجابيه جدا، بعد كبوتين في وقت قصير، فبالتالي انا شايف ان ده بيحفز اللاعبين اكثر ان هم يدوا اكثر. صحيح عليهم ضغوط كتير جدا، وحاجه غريبه جدا عمالين نشوف لعيبه بتقع واصابات يعني مش من غير عارفه حد والله. يلمسها، ده دليل على اجهاد عنيف جدا، بس الجمهور في ظهر لعيبتها، وده يعني بيخليني شخصيا اتوقع ان طاقات جامده جدا تتفجر من اللاعبين في الجولات الجايه، طبعا حوالي 6 جولات مهمين جدا في الدوري اللي باقيين، ده يعني هيرسموا ملامح بطل الدوري ان شاء الله. بس اللي انا شفته امبارح بدايه لمهواتي بشكل ايجابي ان شاء الله. ان شاء الله الفتره اللي جايه نتمنى ذلك.